في فرق بين انسان بيرتكب معصيه ده بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى ويستر على نفسه والله سبحانه وتعالى يستر عليه، وفي انسان اخر تعود بقى على المعاصي والذنوب فاصبح لم يجاهر بالمعصيه ولا يبالي، ده اصبح من الايه؟ من المجاهرين، بل حتى البعض وربما حتى من الشباب يحسن المعاصي لغيره، يريد ان يقع غيره في الايه؟ في المعصيه كما وقعوا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل امتي معافى الا المجاهرين. كل امتي معافى الا الايه؟ المجاهرين. طب بالله عليك الانسان الذي يرتكب معصيه جهارا ده شوف ابعد نفسه عن عفو الله وعن مغفره الله سبحانه وتعالى. يعني في فرق بين انسان كما قلت يعمل المعصيه وهو خايف من الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك يعني يطلب العفو من المغفره من الله، وفي واحد يتبجح بالمعصيه. ممكن يكون رجل، ممكن تكون امراه، ممكن يكون شاب، ممكن تكون بنت، وهم ربما لا يعلمون عواقب هذه الامور. يعني هي البنت مثلا التي تخرج متبرجه هكذا، طب ما ده اعلان بالفاحشه او تزيين الفاحشه لغيرها وهكذا. وذلك يقول صلى الله عليه وسلم: كل امتي معافى الا المجاهرين، ان بتجاهر بالايه؟ بالمعصيه. كل امتي معافى الا المجاهرين، وان من الجهار ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى فيقول: عملت البارحه كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه.